الحكومه اهدرت تماما كل ما يخص اصحاب المعاشات، مفيش حد يجيب سيرتهم رغم ان هم لهم 600 مليار جنيه بره في الخزانه العامه للدوله. الدوله ما بتعترفش بالفلوس دي خالص، منها في بنك ناصر، منها في بنك ناصر، منها في مدينه الانتاج الاعلامي، في التلفزيون، الخزانه العامه للدوله، البورصه. كل هذه الاموال ارباحها بتعود لرجال الاعمال وليست لاصحاب المعاشات اللي هم اصحاب الفلوس الاصليه. نمره 2 في علاوه من سنه 2007 5% بحكم محكمه في تسويف فيها، وكل يوم مفيش حاجه لغايه دلوقتي حد ينفذ حاجه. نمره 3 في الحد الادنى للمعاشات 80% من ال 1200 اللي هم معمولين للموظفين، يعني 960 جنيه. نمره 4 بنص الماده 17 والماده 27 من الدستور اللي احنا انتخبنا اصلا المادتين دول انا كصاحب معاشات، ان فلوس المعاشات فلوس خاصه ولا يجب التصرف فيها وتديرها لجنه ويعود فوائدها لاصحابها. حتى الان ما حصلش هذا الكلام، فانا بعد كده انا هيبقى ليا وقفه ثانيه في المواضيع دي. اذا كنت انا انتخبت استفتيت على الدستور عشان المادتين دول، حتى الان ما فيش. نمره 4 التضخم زاد بنسبه 50%، يعني الغلاء، يعني الغلاء زاد 50%، يعني اللي معاشه 2000 جنيه يعتبر 1000، اللي معاشه 1000 يعتبر 500. فالحكومه بتدي المعاش 10% لا يعادل نسبه التضخم. الواحد العلاوه 5% بتاعت 2007 ماشي حضرتك. نمره 2 حد الادنى للمعاشات. نمره 3 الفساد في بنك ناصر للرقم، وبيدار بواسطه بفلوس رجال اصحاب المعاشات بنك ناصر، وبيدي الفوائد بنسبه 100%. نمره 4 بنك يدير فلوس المعاشات، حد بنك مشترك من رجال مشهود لهم بالكفاءه وحسن السيره يديروا هذا البنك ويتعود فوائدها لاصحابها. بنوجه رساله للرئيس عبد الفتاح السيسي ان اللي تحت بيشتغلوا معاه رجال حسن مبارك، مفيش اي حد فيهم بيعمل حاجه، وعاوزين يشوهوا صوره الراجل ده تشويه صوره كامله. الراجل نظيف وبريء، انما جميع اجهزه الدوله المعنيه بتعمل من 30 سنه نفس السيستم بتاع حسن مبارك. وقفنا جنب الدوله تقف جنبنا. ليه اخرتها كده؟ اخرتها ان احنا نكون المفروض نبقى مقررين الدوله تبص للمعاشات والعداله الاجتماعيه والكرامه الانسانيه. ادي الكرامه الانسانيه معاش. احنا اللي بنينا السد، احنا اللي عملنا المصانع الحربيه، احنا اللي عملنا القطاع العام، احنا اللي عملنا مصنع الحديد والصلب، احنا اللي دخلنا في حرب اكتوبر، خدت بال حضرتك؟ احنا اللي بنينا الدوله. مطالب ايه؟ مطالب العداله.